بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل. النهارده ان شاء الله معانا شيفروليه كابتيفا دي لسبع راكب، بتنزل كرسيين زيادة في الشنطة، بس صاحب السيارة استخدامه ان هو لغي الكرسيين، فاحنا عملنا الخمس مقاعد بس او الخمس كراسي بس. المهم ان العربية دي بتنزل كراسي ارباك. العربية دايرة قدام حضرتك ما شاء الله لا قوة الا بالله، لسه عاملة 840 كيلو. ربنا يبارك لصاحبها يا رب في شرها. مفيش لمبة ارباك منورة ولا لمبة اعطال، طبعا علامة التعجب دي عشان العربية دايرة والابواب مفتوحة، لا لمبة ارباك ولا لمبة اعطال. والاهم من لمبة الارباك او الاعطال انها تكون منورة ان الفرش نفسه يكون معمول حسابه الارباك، يعني لا قدر الله لو الارباك هيفتح الفرش ده ما يعملوش اي اعاقة. طبعا في حاجات كتير بتتعمل ما بتتصورش، لان خلاص انت المنظر من قدامك دلوقتي ان الكرسي راكب. بوريها لك على الطبيعة وبطمنك ربنا يحفظنا جميعا والارباك ما يفتحش، سواء بتاع العربية دي او بتاع اي عربية تانية. عملنا الفرش اسود وتلجي اللي هو اللي بينزل في الباب وبينزل في الطبلون، مش احنا اللي عاملين دول، صاحب السيارة اختار نفس الدرجة في نص الكرسي والباقي اسود مع تصميم 3D. طبعا التكسيمة باين قدامك، طبعا انت ليك حرية الاختيار سواء عايز الفرش لون واحد او لونين. نفس الكلام بتختار الخيط الغرز اللي قدامك دي، تصميم بالمكنة الكمبيوتر سواء 3D او لا، او حتى تصميم بالمكنة العادية مش كمبيوتر، برضو ليك حرية الاختيار. لو عايز الفرش سادة خالص من غير اي تصميم اختار اللي انت عايزه كلون كديزاين. احنا عندنا الغرزة التكسيم والفينش اللي قدامك دايما غير ما نبوظ الاصلي، يعني نحافظ لك على الفرش الاصلي مفيش اي اثر ولا تقطيعه. ومن حقك تطلب مني قبل ما تستلم مني العربية ان انا اشيل لك الفرش ده واوريك الاصلي سليم ولا لا زي ما بنقول. ما شاء الله تفاصيل قدامك، هفتح لك جنب جنبه باب باب عشان اوريك العربية عشان تستلم الغرزة، تستلم الغرزة في الدوران، تستلم كل حاجة كأنك قدام العربية. طبعا عملنا كراسي وعملنا دراسة الأرضية وزي ما قلنا بالشنطة الكبيرة ما شاء الله ماشية مع بعضها، خاصة الباب بالطبلون نفس الدرجة ما شاء الله. ربنا يبارك له يا رب ويكفي شرها، اللهم آمين. استلم الباب باب باب، استلم الغرزة، بأكد أنا على حوار الدوران اللي ممكن الخيط يتعوج ممكن الجلد يعمل كشكشة، بفضل الله مفيش عندنا الكلام ده. نفس الكلام بص الدوران، بص الدوران هنا فرش كل دورانات. معملناش الكرسيين اللي ورا لان صاحب السيارة لغيهم، هو محتاج شنطة كبيرة. طبعا براحتك انت عايز اللي انت عايزه بيعمله لك ما شاء الله. التفاصيل الصغيرة بقى فتحة الحزام متفصلة، ياخد عينيه براحته ويفتح براحته. الفرش متقسم كويس مفيش حاجة معبية هوا. من الفرش اللي تفاصيله كتير الكابتيفا سواء الخمسة او السبعة راكب، تفاصيلها كتير شغلها كتير فيها دورانات كتير فيها قصات كتير. الفلك برضو الناحية التانية ما شاء الله، دوران دوران دوران. لو في كشكشة عوجة خيط اي حاجة قول لي على طول. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا. هوريك حاجات والله ما حدش هيوريها لك، لان الحاجات دي اصلا المفروض هي اللي بتبقى فيها الغلطات، هي اللي بتبقى فيها كل حاجه، بس احنا بفضل الله واثقين من شغلنا وبحاول اعرض لك كل حاجه كانك قدام العربيه بالظبط، لان احنا في الاخر هنبيع شغل مش هنبيع كلام. فعشان كده لازم اوريك الغرزه، لازم اوريك كل حاجه. شيفروليه كابتيفا كراسي وارضيه، فرش اسود وتلجي، تصميم 3D بالمكنة الكمبيوتر. اسف لو طولت عليكم، اتمنى تتابعونا على طول. مصدرش مننا رقمنا اهو، ابعت لنا على الواتس هيجي لك اللوكيشن. السلام عليكم.